مع السلامة ومرحبا بكم، هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على غاين سبور نيوز اش ام. عرفت حصة التمارين عودة الظهير الأيمن محمد بن علي للتدريبات تدريجيا بعد الإصابة اللي تعرض لها واللي حرمته من المشاركة في اللقاءات الأخيرة للترجي. ولقى نبيل معلول المعوض بعد ما اختار رائد بوشنيب على الجهة اليمنى، ورغم انه اللاعب هذا جلب الانظار اليه فانه التزامات الفريق تفرض ضروره ايجاد البديل حتى ينال بوشنيبا قصه من الراحه. تألق حارس مرمى الترجي معز بن شريفيه بشكل لافت خلال الجولات الثلاثه الاخيره من مجموعات رابطه الابطال، واستعاده حارس الخبره نجاته المعهوده بعد فتره فراغ سابقه جعلوا يتنازل عن عرش لفئة الدبشي. معلول حاول حماية لاعبه الدبشي من خلال إشراكه في مواجهة كأس أمل جربة واتحاد بن قردان. اللاعب لقى روحه على بنك البدلاء بعد ما كان الحارس الأول، وهو ما جعله ينال شرف تمثيل المنتخب قبل ما يفقد مكانه مجددا. وضعية الدبشي الحالية تطلب بحاطة شاملة من مدربه نبيل معلول ومدربي الحراس حمدي القصراوي ومحسن الراشحي حتى لا يتأثر اللاعب وحتى يحافظ على نفس الجاهزية ليكون متاحا عندما يحتاج مدربه. الترجي مقبل على نسق جنوني للمباريات على جميع الوجهات محليا وإفريقيا وعربيا، والأكيد أنه سيكون في حاجة إلى حارس مرمى على أتم الجاهزية خاصة مع بعض الطوارئ جراء الإصابات والعقوبات، وبالتالي فإن دور الإطار الفني سيكون كبير من أجل حماية الدبشي والإبقاء عليه في حالة تأهب ليكون على ذمة مدربه متى استحق ذلك. سجل الترجي 4 أهداف فقط خلال الجولات الثلاثة الأولى من مرحلة المجموعات، كما أن الإحصائيات تثبت أن الفريق لم يصنع عديد الفرص الواضحة أمام مرمى منافسيه، وهو أمر يتعلق أساسا بالمهاجمين محمد علي بن حمودة ورياض بن عياد. المعضلة الكبرى في الترجي اليوم هي غياب مهاجم هداف، لأنه بتقدم الأدوار في السباق الإفريقي خاصة سيكون على الترجي مواجهة فرق كبرى أكثر تنظيم فنيا وتكتيكيا، ويطلب الفوز عليها مهارات وفنيات عالية من المهاجمين اللي سجلوا من أنصاف الفرص وليس تسجيل هدف من جملة عشرات الفرص. وبالتالي فإن الثنائي المذكور يطالب بمراجعة نفسه والعمل على تطوير الأداء أمام المرمى والاجتهاد أكثر، لأن جماهير الفريق لن تغفر لهما أي تقصير مستقبلاً.